السلام عليكم. في البداية أشكر جميع الطلاب الذين تفاعلوا وشاركوا معنا في حل الواجبات وفي إرسال البريد الإلكتروني والطرق المختلفة، وليس شكرا فقط، ولكن سيكون لهم جزء من التقييم الذي والعلامات على كل مشاركة يشاركوها. واعتبارا من الأسبوع القادم بتاريخ 19، يعني من يوم الأحد القادم اللي هو 19/4/2020، راح نبدأ بواجبات كل أسبوع، واجب تقريبا كل أسبوع راح ننزلكم واجب. هذا الواجب بتكون تقدموه وراح يكون عليه علامات منفصلة لكل دكتور، لكل مادة، لكل شعبة لوحدها. يكتب اسم الشعبة ويكتب اسم الدكتور اللي بدرسك. من اعتبارا من 16 أربعين راح يصير الواجبات عليها أكثر علامات وأكثر راح يكون متابعة. الآن أنت بدك تنزل الواجب، في طلاب لحد الآن بقول لك بعرفش، يعني بتفتح اي ملف مثلا كثير، مثلا ممكن تحطها صورة، ممكن تفتح برنامج الوورد مثلا، في طلاب بيعرفوا مثلا. هاي بدي افتح انا مثلا الان برنامج الوورد، كلنا بنعرف الوورد، فتحنا الوورد، هاي برنامج الوورد. ممكن هنا تنزل يعني الصور اللي بدك اياهم، ممكن تكون مصورهم وتنزلهم على شكل صورة تحطها هون. ممكن تكتب اللي بدك اياه انت، مثلا هون تكتب اللي انت بدك اياه، تطبع هون، بتعرفوا كلكم. وممكن هون اذا بدك تكتب معادلة، insert هون في عندك ايش equation، معادلات هون بهاي المنطقة، ممكن انت تحط الاكويجن في عند اشاره الباي وبتكتب اللي بدك اياه. ممكن تنزل الصور اللي انت بدك اياها في النهايه، مثلا بدك تسكر هاي تعملها سيف في مكان معين، هاي هون مثلا بتسميها. انا هون هاي النقطه كثير مهمه، لما تسمي الفايل بتسميه مثلا زي ما انا كاتب الان واجب رقم 4، لأنه هم نبدأ من الواجب رقم 4، وبتكتب هون جنبها بالضبط اسم الدكتور اللي بدرسك أو وقت المحاضرة أو رقم الشعبة. هون مثلا بدرسك الدكتورة سوزان، مثلا بتكتب هون دكتور سوزان. هون إذا تكتب الواجب رقم 4 وتكتب دكتور اسم الدكتور، ما تكتب هون اسم مثلا اسمك، لا الاسمك بيكون ظاهر عنا ولا بحكي لك وين تكتبه، لان تكتب فقط اسم الدكتور والواجب مشان يروح على الدكتور. بعد ما تسيف الملف مثلا سيفه على الديسكتوب، وين بدك تسيفه، باي مكان انت بدك اياه. هاي سكرنا الملف، لان انا سيفته في مكان معين. الآن نيجي على موقع جامعة، مثلا تختار المادة اللي انت بدك اياها، مثلا اذا كان رياضيات علوم ادارية انجليزي، هاي رياضيات عربي، هاي مبادئ الاحصاء، تختار اللي انت المادة اللي انت بدك اياها. مثلا اخترنا رياضيات العلوم الادارية، طبعا كله زي بعض. هون في عنا كونتنت هاي اللي بدك اياها انت دائما فقط. في هون بلاك بورد ميل، هاي مش راح تحتاجها كتير الا اذا واحد بده يبعث ايميل. اما هون الكونتنت تكبس عليها بيظهر معك هاي الصفحة، فيها المحاضرات في الاسبوع الخامس، محاضرات في الاسبوع الرابع، محاضرات الاسبوع الثاني والثالث، كل المحاضرات اللي اثناء الانقطاع اللي اخذناها بعد ما عطلنا مباشرة، كل المحاضرات موجودة هون، هاي لغاية الأسبوع الخامس اللي هو اللي احنا فيه الآن، الأسبوع الخامس.
الواجب يقدم عند هون في هذا المكان. يعني الآن أنت فتحت المحاضرات بتلاقي المحاضرات اللي بدك إياهم بتسمعهم. مثلا فتحنا هاي، أنا بفضل دائما قبل ما تشوف المحاضرة أول شوف الشرح. قبل الشرح بتفتح على، يعني قبل الفيديو بتفتح على مثلا هون الفصل الخامس بتقرأه أو بتسيفه عندك، بعدين بتشوف الشرح مباشرة اللي هو جزء 3. الواجب يقدم من مكانه مباشرة. مثلا أنا بدي أقدم واجب رقم 3 مثلا، أو واجب رقم 2. هنا طبعا من راح نبدأ من عند رقم 4، راح نبدأ من رقم 4. واجب رقم 3 بتكبس هون بيطلع معك الواجب، بتشوفه بدك تحله هون مباشرة على نفس الصفحة، ما تروح مكان تاني. يعني إذا راح يصير حل الواجب في نفس المكان، بتروح هون مثلا أنت بإمكانك تكتب هون مثلا write submission، كبسنا عليها هيك هاي بيطلع معك صفحة تكتب فيها. إذا بدك تكتب هون بإمكانك تكتب اسمك هون مثلا، مثلا هون ممكن أكتب اسمي علي محمد مثلا محمود، ممكن أكتب رقم الجامعي، ممكن أكتب أي شيء بدي إياه. هون بكتب أي شيء بدي إياه. في أنا هون كمان ممكن الواحد يحط يكتب الواجب هون كله. إذا واحد بعرف يطبع كويس بإمكانه يستخدم هاي الأدوات ويطبع الواجب هون. وإمكانه كمان هون مثلا إذا بدي يحط اقتران هاي المنطقة FX هاي، بتحط لك مثلا بتدخل المعادلة اللي أنت بدك إياها. بس هون بإمكانك تكتب اسمك أو بإمكانك تحل الواجب. الآن أنت ما بدك تحله هون، أنت عندك أصلا عامل فايل إله، مش عملنا فايل على الوورد أو على أي مكان تاني، ممكن صورة، بتعمل أتاش فايل من هون، أتاش فايل بيطلع معك المكان اللي بدك تجيب منه الفايل. أنت وين سيفته؟ مثلا على الديسكتوب، بتكبس هون على الديسكتوب اللي هي هون ديسكتوب. مثلا اذا كنت مسيفه على الديسكتوب بيظهر معك الفايل اللي انت بدك اياه، بتاخده الفايل اللي انت كتبته وسميته باسم الدكتور اللي بدرسك، بتختاره. وبعدين مثلا انا اخترت هذا مثلا هاي الواجب اخترناه، نحط هون وهي اسم الدكتور مكتوب open. وبعدين من هون اذا لما عملنا اتاش فايل ممكن تختار براوز ماي كمبيوتر، بدي ابحث في الكمبيوتر هون بيظهر عندك المكان اللي انت بدك اياه. بتعرفوا كلكم هاي الخطوات، بيظهر عنا الواجب احنا بنشوفه، بيكون مكتوب اسم الدكتور. كل دكتور حياخد الواجب اللي له ويشوفه ويصححه ويسجله عنده ويسجله العلامات. اذا من هون من المكان المكتوب عليه واجب رقم 4 هون بتسلموا الواجب في هذا المكان، مش مش بمكان تاني. من عند واجب 4 راح يصير موضوع أهم بكثير. الآن في كمان على هنا في مكان مكتوب من هنا يمكنكم التواصل والاستفسار، هذا discussion board. كمان إذا واحد بده يسأل سؤال، بده مش فاهم المحاضرة، بده يسأل عن نقطة معينة، بإمكانه يتواصل معنا في هذا المكان. بس بشرط كمان مشان يشوف إحنا يكتب السؤال اللي بده إياه مثلا، ويكتب اسم الدكتور بشكل واضح مشان لما أنا أفتح أعرف مين طلابي وأجاوبهم على هاي السؤال. هون إذا مش واجب هنا بتغير، هنا فقط استفسارات، بدنا نبطل نودي واجبات هون. من هنا يمكن التواصل والاستفسار فقط، يعني
مش تقديم الواجب. كمان هون في عنا أسئلة على يعني هاي المجموعة الأولى، أسئلة على الفصل الأول الثاني كل المعادلات والمتباينات، أربعة شابترز هون خطوط مستقيمة موجودة كلها في ملف واحد. وفي هون أسئلة على موضوع الاقترانات اللي احنا فيه الآن، وفي أسئلة على آخر شابتر راح يكون المصفوفات، في أسئلة ملتيبل شويس عليهم. وغير هدول كمان نزلنا لكم أسئلة بعد كل ما نكمل فصل، كنا ننزل أسئلة كمان زيادة منها راح أعطيكم الواجب. يعني الأسبوع القادم راح ننزل لكم الواجب الرابع، ورجاء الاهتمام بشكل أكبر، وشكرا لكم.